السلام عليكم حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب وفي صحة جيدة. اليوم معنا فيديو جديد خفيف وظريف. اليوم قلت علاش ما شاركش معكم هاد الجلبة. نحتاجو هاد عقيق طويل، عدس، هو بلو مارين، وهاد العقيق، هاد البيرلات، هادو دزاج، هادو كيتباعو في الخيط، هادو كتحس بيهم تقالين، كتهزو كتجيب راه تقيله ماشي بحال الاخر ديال البلاستيك كيتقشروا دغيا. هاد الماركه مزيونه، الخيط ديالهم كيعمل 7 دراهم، وهذا عادي يعني شي 5 دراهم. نوريكم هاد التقنيه ديال الجلبه. هاد الجلبه فصلت يعني غير هيدا خفيفه، هي ديال الخروج يعني جلبه سبور، ما بغيت نعمل لها حتى شي حاجه يعني متقله، قلت نعمل لها غير هاد هاد السليته هادي ولا هاد الرشيمه، هادا كيجي فحال عقيدات. والجوهر مهرس طويل، بغيتو تعملو جوهر مهرس طويل كبر من هيدا كتعملو. انا بغيت نعمل غير هاد السديتو، انا عملها غير خفيفه يعني ما عملتلاش شي نص طق كامل، عملتلها غير 4 طق هيدا. ونعمل لك كميمات، وقلت علاش ما نشاركش معاكم الا بغا شي واحد يعمل بحالها هيدا خفيفه وظريفه دغيا صيفيه الخروج نمشي هيدا شي خريجه هيدا خفيفه هيدا سخره ولا شي حاجه. بسم الله على بركة الله، خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تستافدوا ونستافدوا جميعا ان شاء الله. معروفه هذه التنبات في الجلابه مشدوده كيجي صعيب شويش، ولكن هذه بالنسبه لي 4 طوق سهله، ماشي زعما صعيبه بزاف. كنبدا من هنايا، كندخل يدي من هنايا من العنق ديال الجلابه، ومرمى عملوها غير صغيره تقدروا تتحكموا فيها. إذا نبداو بسم الله على بركة الله. الخيط دائما على 4، دائما الخيط على 4. واخا تشوفوني أنا كنعمل مثلا الفيديو الساكت يعني ما كنهضرش فيهم بعض المرات، ولكن الخيط دائما على 4. وأنا ملي كنكون كنعمل غير هيدا كنوري يعني كنوري رشيمة ولا شي حاجة كنعمل الخيط على 2، ولكن ملي غنبغي نبت يعني غنبت راه كنعمل الخيط على 4 دائما. بسم الله. هيدا كنشوف الوسط الخياطه هنايا، هاد كنجي وحداها
كتجي يعني كتجي خفيفه و سامبل و سبور. الكميمه ديك الساعه ندوزو مع ثاني لهنايا عاوزين ندوز عليهم بنفس العقيقات كيجيو هايده. هادشي مزيونه وخفيفه ونتمنى يا ربي تكون عجبتكم وشي دعوات الخير وشكرا الى اللقاء. ملي نكمل ان شاء الله نصور لكم عاوتاني او نكمل معكم. شكرا بزاف على السلامه. هاي تكتشيه.